أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا شخص ملتحٍ ولله الحمد والمنة، ولكن قمت بنتف الشعر الذي على الرقبة أسفل الذقن، فما حكم ذلك وهل يعتبر من اللحية؟ اللحية ما نبت على العارضين وعلى الذقن، أما ما ينبت على الحلق ليس هذا من اللحية، ولكن تركه أحسن، لأنك إذا حلقته يكبر ويزيد ثم يحتاج إلى حلق كل مرة ثم تتضايق منه، فتركك إياه أحسن. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنك قد تتدرج من حلق الشعر الذي على حلقك إلى حلق لحيتك، يكون هذا من الوسائل، فترك هذا الشيء لا شك أنه أحسن. نعم.